بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد الأعلى للقوات المسلحة والسادة الحضور، يعني يسعدني الحقيقة أعرض على حضراتكم مشروع طموح اشتغلنا فيه مع هذا المجمع العظيم، مجمع الإصدارات المؤمنة والزكية، من أول فترة التشغيل التجريبي. مشروع احنا مسمينه الهوية الرقمية للطلاب، وهو يعني هيحللنا مشاكل كانت موجودة مزمنة، هستعرضها مع حضراتكم استكمالا لرحلة التحول الرقمي اللي بنحاول نعملها لتطوير التعليم. احنا الدولة المصرية الحقيقة زي ما كلنا عارفين بتشهد تنمية شاملة الحقيقة في كافة المحاور، ومن ده بيمثل تحديات للمستقبل خاصة بسوق العمل وبوظائف المستقبل. كلنا بنتخيل ايه الوظائف اللي السوق المصري هيحتاجها وكيف نعد هذه الاجيال لما هو قادم، وعشان كده السيد الرئيس حط بناء الانسان المصري كأولوية، وكلمنا على بناء الشخصية، صناعة الوعي، وده اللي التعليم بجميع مراحله بيهدف الى تحقيقه. طبعا منظومة التعليم قبل الجامعي منظومة ضخمة جدا، عشان نعرف حجم المشكلة. المنظومة دي جواها النهاردة 23 مليون من ولادنا، وحوالي 1.6 مليون معلم غير الإداريين، و55 ألف مدرسة، وكل ده أرقام بتزيد. الحجم المعلومات والبيانات المطلوبة لحوكمة حاجة بالحجم ده بتتحرك بشكل شبه يومي ضخم جدا. فأوري حضراتكم بعض المشاكل اللي التعاون مع هذا الصرح العظيم هيحلها لنا. احنا طبعا بناء على توجيهات السيد الرئيس من 7 سنين، يمكن من 2014، في رحلة بتحاول بشدة تطور التعليم المصري زي ما قلنا عشان نربي الأجيال للمستقبل، للوظائف الجديدة اللي احنا لسه مش موجودة حتى النهاردة. اللي اتعمل في آخر عدد من السنوات كثير جدا. طبعا لما نتكلم على تطوير التعليم أول حاجة تيجي على البال هي تطوير المناهج والامتحانات والمدارس، كلنا بنقول كده. وراء الكواليس في قضايا تانية مزمنة كبيرة جدا اللي هيحلها لنا التعاون مع هذا الصرح. احنا بنبني فعلا آلاف الفصول، وبنبني مدارس بأنواع جديدة زي مدارس النيل والمتفوقين والمدارس اليابانية ومدارس الحكومية الدولية، كل ده بيتبني وشغالين فيه فعلا. في بنية تكنولوجية في المدارس الثانوية في مصر كلها اتعملت بتعاون كبير مع مؤسسات الدولة. مصر استثمرت كتير جدا في المحتوى الإلكتروني والمنصات الإلكترونية اللي أصبحنا يعني نمتلك منها الكثير. كل ده وراء التحول الرقمي ده كله وراء كمية من البيانات هائلة، وتأمينها وتحريكها شيء ليس بسهل يعني. طبعا في محاور كتيرة جدا شغالة دلوقتي، من أول بناء النظام التعليمي الجديد اللي هو على اليمين خالص، وبناء تعليم إعادة النظر في التعليم الفني من الصفر، نعمل فيه اللي عملناه في التعليم العام، وبنعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تدريب وتأهيل 1.5 مليون معلم، المنصات الإلكترونية المختلفة، كل التحول الرقمي ده، بما في ذلك إن إحنا عملنا من مارس 19 لمارس 21 48 مليون امتحان إلكتروني. البيانات اللي وراهم وتأمينهم ووضع الأسئلة دي ووضع نتائج الطلاب كلها قضايا فيها تحديات كبيرة جدا. الهدف طبعا من جهد ده هو اللي ابتدينا بيه وهو اللي وجهنا بيه السيد الرئيس، يصب في بناء الشخصية للطفل المصري وتأهيله لمستقبل يستطيع فيه الحفاظ على كل ما يتم إنجازه النهاردة واستكماله. احنا عندنا تحديات الحقيقة مش كلها كل الناس عارفاها، لأنها بتبقى الاهتمام دايما بالامتحان وبالحاجات اللي احنا عارفينها، ولكن احنا عندنا تحديات كتير كلها مرتبطة بفكرة الحصول على بيانات كاملة ودقيقة ومؤمنة ومحدثة. البيانات دي بتتجمع تاريخيا على الأرض، وبتتجمع في بشكل لا مركزي في المديريات والإدارات، وبتتعمل على ورق طبعا،
تجميع أي بيانات من الصعوبة بمكان عشان نرد على أي سؤال فيه أرقام، بيبقى الأرقام مش دقيقة ومش كاملة وبتتغير كل يوم، ما فيهاش تحديث وهكذا. طبعا احنا محتاجين بيانات عشان نعرف نحط صورة دقيقة مثلا لكثافات الفصول، نعرف نرد على قضايا عجز المعلمين حول الجمهورية، نعرف نكتشف الموهوبين اللي السيد الرئيس بيطالبنا بمتابعتهم، نحاكم منظومة التغذية المدرسية. الدولة بتقدم كل يوم 11 مليون وجبة، هل بيروحوا للمستهدف؟ هل بيحصل فيهم هدر؟ منظومة طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، يعني احنا عندنا 10 كتب ل 20 مليون طالب، نتكلم في 200 مليون كتاب كل سنة، دي منظومة هائلة. منظومة توزيع أجهزة التابلت مثلا، حوكمة المدارس الخاصة والدولية، الصيانة الدورية للأبنية، النقل بين المدارس فوق الكثافة، كل دي حاجات محتاجة صورة مركزية، محتاجة عشان ناخد قرار منضبط، لازم يبقى عندنا المعلومات المحدثة. أنا عاوز أرجع، يعني هو الهدف من المشروع اللي احنا بنتعاون فيه مع هذا الصرح هو تكوين قواعد بيانات مركزية، نعمل هوية رقمية لثلاث عناصر، للطلاب ال 23 مليون طالب والمعلمين والأبنية نفسها، بنعمل قواعد بيانات مركزية للثلاث عناصر دول. هو مشروع طموح جدا، أنا بس عاوز حضراتكم نتخيل مع بعض ان احنا عاوزين ندي كل طالب من هو في رياض الأطفال كارت. الكارت هو يعني أسهل جزء في اللي احنا هنعمله، هو كارت وفوقيه مجموعات من التطبيقات بتسجل رحلة الطفل من أول رياض الأطفال لحد ما يوصل لنهاية المرحلة الثانوية. تعالوا نتخيل كل شهاداتنا، كل نمرنا، الحالة الصحية، السمات الشخصية، السلوك، القدرات الرياضية، القدرات الفنية، الولاء والانتماء، كل ده هيتسجل في مكان واحد. طبعا التحصيل الأكاديمي، التحصيل الأكاديمي، هل عنده صعوبات تعلم، هل هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل صدفه مشكلة، راح أنه مدرسة، مين كانوا مدرسينه، خد كام، إمتى. تخيلوا سيرة ذاتية شكلها كده، حاجة بتجمع حياة الطفل من أول، مفيدة للأولياء الأمور، مفيدة للمعلم، مفيدة للطفل نفسه، نعرف نقاط الضعف فين لكل طالب على حدة. فالوزارة هيبقى عندها قدرة مركزية تجمع المعلومات دي ونطلع منها تقارير كتيرة جدا جدا. طبعا مثلا هنوصل المعلومات اللي بتعملها الزميلة العزيزة معالي وزيرة الصحة في 100 مليون صحة عشان نربطها بدا ونربطها بالتغذية المدرسية، كل ده هيحصل عن طريق هذا النوع من الحوكمة. المعلمين نقدر نسجل أدائهم التعليق التدريسي، نسجل رحلتهم التدريبية والتنمية المهنية المستدامة، حالتهم الصحية، الولاء، التاريخ الوظيفي، السلوك، السمات الشخصية، برضو في مكان واحد لأسباب كثيرة، علشان نعرف احتياجاتهم التدريبية، نعرف نقاط الضعف، نعرف نعالج عجز المعلمين، ونعرف نسيبهم على الأداء الجيد برضو. فالكارت ده هيبقى مرتبط بكارت نقط تحفيزية لمن يؤدي أداء جيد برضو بالسيستم ده. نفس الحاجة هنعملها لموضوع مهم جدا وهو المدارس والأبنية. أنا استخدمت كلمتين لأن الأبنية تعود على المبنى نفسه، إنما جواه إيه بقى، جواه مدرسة شكلها إيه، ممكن يبقى جوه مدرستين، مدرسة الصبح ومدرسة بعد الظهر. فاحنا عاوزين نسجل بيانات المدارس، تاريخ الإنشائي للمبنى، تصنيف المدرسة، هل دي مدرسة دولي ولا حكومة ولا خاصة، فيها فصول قد إيه، فيها معلمين قد إيه، تاريخ الصيانات بتاعت المبنى، البنية التكنولوجية موجودة ولا لأ، موضوع الكثافات بتاعت الطلبة وعجز المعلمين. تخيلوا إن احنا عندنا قاعدة زي دي مؤمنة وكاملة وبتتحدث يومياً، كده هيبقى عندنا صورة مركزية غير موجودة النهاردة وكان مستحيل الحصول عليها عشان نقدر ناخد يعني نعمل القرارات اللي مطلوبة. فهدف ان يبقى فيه هوية قومية للطلاب، طبعا حاجات كتيرة جدا، يعني مش مجرد ان احنا عاوزين نديهم كارت ذكي، احنا عاوزين نحدد مثلا القدرات المناسبة لسوق العمل، عاوزين نعرف لما الولاد توصل لاخر مرحلة الاعدادية ننصحهم بناء على تاريخهم المسجل مهاراتهم فين، نوجهه للتعليم الفني ولا التعليم العام، واذا كان تعليم فني في انه تخصص. هيبقى باين جدا لو تتبعنا رحله او الحاله بتاعه الطفل من اول رياض الاطفال، نعرف بسهوله بقى نكتشف الموهوبين
عشان نقدر نتابعهم على المستوى كل طالب على حدة. تحديد مواطن القوة في الشخصية نفسها، بنسجل سماتهم الشخصية، بنعمل خريطة جغرافية للإمكانيات البشرية اللي عندنا، 23 مليون شاطرين في إيه، وبنعالج طبعا مواطن الضعف اللي هتبان في الورق. طبعا بالنسبة للمعلمين وبالنسبة للمباني الأهداف هتبقى واضحة برضو. المعلمين عاوزين نعرف احتياجاتهم التدريبية عندنا كام، في أنه مرحلة عمرية كام بيقدروا يدرسوا المنهج الجديد وهكذا. الأبنية محتاجة متابعة مستمرة للصيانة وللتطوير، فكل دي مزايا. احنا مع المجمع الحقيقة من أول ما ابتدت الفترة التجريبية رأينا يعني فرصة نحل مشاكل كتير. فأول حاجة هي إصدار، عملنا إصدارات تجريبية للهوية الرقمية للطلاب والمعلمين، بنحط فوقيها التطبيقات اللي بحاول أقولها لحضراتكم. بنشتغل بشدة في برنامج اسمه تراك اند تريس أو تتبع، عاوزين نتتبع كل كتاب مدرسي طالع من المطبعة مستهدف طالب معين في حتة معينة، ما يروحش في مخازن وما يروحش يتباع في مكتبات وما يحصلش تزوير وما يحصلش اختراق للملكية الفكرية، لأن دي قضايا تاريخيا مزمنة، مشاكل مزمنة. بيع الكتب وطبعا المصنفات، وزارة التخريب ساعدتنا كل سنة في تتبع موضوع الكتب كده، زي ما عرض السيد وزير المالية هيبقى كل كتاب مستهدف طالب معين وهيبقى باين على كارت الطالب ان هو اللي خد الكتاب، هو اللي استلمه. هنقطع الطريق طبعا على كل الناس اللي كانت في الوسط. التغذية المدرسية نفس الشيء، عاوزين نربطها مع الحالة الصحية اللي بتجيلنا من وزارة الصحة، نقدر ندي الطالب اللي عنده أنيميا وجبة مناسبة لحالته، واللي عنده تقزم مناسبة لحالته، الوجبة تبقى رايحة للطفل ده فيحس بالثقة ان الدولة جايله، هو جايله بتقدم له خدمة. طبعا الشهادات المؤمنة والوثائق احنا ابتديناها السنة اللي فاتت، احنا وفرنا التمويل فندم لمدة 3 سنوات لمشروع بهذا الحجم، وأصدرنا فعلا شهادات مؤمنة للثانوي العام والفني في العام الدراسي اللي فات اللي هو كان فيه خلال فترة كورونا، طلعناها فعلا. وحاليا بنشتغل بقى في إصدار شهادات السنة دي بتاعت الثانوية العامة وبتاعت التعليم الفني والإعدادية، وبندرس المخطط الزمني لإطلاق كارت المعلم والطالب، هنبتدي بمحافظة أو اتنين وبعدين نكبر المساحة تطبيقه. والمخطط الزمني للبدء، احنا عاوزين نتتبع الكتب والتغذية بدءا من سبتمبر هذا العام، ما يطلعش كتاب من عندنا إلا هو رايح لطالب معين، عارفين ورايح فين. الكروت بتاعت الطلاب والمعلمين وإدخال المعلومات عليها وتحديثها وتأمينها، ومن ضمن هذه المعلومات نتائج الطلاب في الامتحانات الإلكترونية وفي جميع الامتحانات نفسها. وكنا بنتكلم كثيرا عن تأمين المعلومات، وهذا جاء اليوم اللي ده هيتأمن في مكان يستحيل اختراقه أو تغيير هذه البيانات. وكل طالب هيبقى عنده القدرة أولي أمره أنه يحصل على تاريخه الأكاديمي أو تاريخ المعلم الوظيفي في أي وقت بتجميع هذه المعلومات. عاوزين نضيف القدرات الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية لهذه الكروت عشان نقنن طريقة دفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى البنوك وليس إلى أصحاب المدارس، وده مشكل مشاكل كبيرة جدا. بنميكن دورة العمل الخاصة بمشكلة تؤرق كل الناس اللي عندها أولاد، التقديم والنقل بين المدارس، حوكمة المنظومة دي ونقلها وميكانتها هتفرق كتير جدا، هتساعد ناس كتير جدا وتريح أولياء الأمور جدا. النتائج المرجوة طبعا حضراتكم يعني بنفكر في حاجة طموحة الحقيقة، هي تجميع المعلومات الأول وبعدين إصدار الكروت وبعدين تحديثها المستمر وبعدين الحلول اللي قاعدة فوقيها بتدي خدمات. هنعمل بقى خرائط دقيقة لكثافات الفصول وعجز المعلمين اللي شايفينها مركزيا، شايفين النقط اللي محتاجة علاج، اكتشاف الموهوبين هنعمله بنفس الشكل، هنقدم خدمات أفضل لذوي الهمم لأن احنا نبقى متابعينهم شخصيا واحد واحد، والتعامل المناسب مع صعوبات التعلم. في أطفال بتحتاج معاملة خاصة، مش من ذوي الهمم ولكن محتاجين وقت أكتر، لازم نميز الأطفال دي ونديها الخدمة المناسبة. حوكمة منظومة التغذية المدرسية، تصميمها لكل طالب وتطبيق التتبع والتسلم عليها، حوكمة النقل بين المدارس طبعا، وزي ما قلت حضراتكم طباعة وتوزيع الكتب المدرسية هنعمل عليها نفس الحاجة، وتوزيع أجهزة التابلت
وحوكمت تراخيص واعتماد المدارس الخاصة والدولية وتحصيل مصروفاتها في البنوك، مش كاش ومش في الإيدين ومش كده، وحوكمت ومتابعة الصيانة الدورية للأبنية. هو في يعني ده يكمل التحول الرقمي اللي بيحصل في المناهج وفي الامتحانات وفي البناء، إن يبقى وراه هذه القواعد اللي بتدينا القدرة على أخذ قرارات استراتيجية مناسبة في الوقت المناسب. وبنشكر الصرح العظيم ده على يعني وجود الإمكانيات الهائلة دي، وشكرا لحضرتك ولاستماعكم. شكرا فندم.